شادين مقدر يجيب على البداية الأجمى المقدر تبقى عاملة زي رمسيس الرابع. لا أربعة جميلة مرسومة. اه طبعا أنا بقول لك لو اكتملت أحلى واحدة جميلة وخمسة أجمل والأجمل عشان تفهم تحط مستعد. دي بنت الفتح الخاص دي كان انا اخر مره سالت عليها 10000 جنيه حاجه زي كده من سنتين كانت مفتوحه للزياره كانت كل الناس للاسف قفلوها عشان الطلعه بتاعت السلالم الغبيه لا 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 الشباب بيقعوا بيريحوها شويه بيريحوها؟ يعني مثلا كل 5 6 سنين بيقفلوا مقابل ويفتحوا جديد رمسيس 3 اللي هيفتحوا رمسيس 1 يا ريت يبقى سعرها حلو لحد الشارع ان شاء الله ده ابو سيتي وابو وجد رمسيس الثاني عشان المقبره كان برضه خلاص لسه هيكمل فيها هيكمل فيها لا لا ده ما أما بيموت خلاص لا لو هو عمل الاوضه اللي هو الصحن دي حاجه للدفن حط التابوت بتاعه ودفن ومات على قفل عليه ناس بتقول لك ان اساسا دي كانت مقبره توت